استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظه الله بقصر بيان اليوم مع الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وذلك بمناسبة زيارته لدولة الكويت، حيث أشاد سمو بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وقد نقل معالي الوزير إلى سمو أمير دولة الكويت الشقيقة تحيات أخيه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وتمنيات جلالته للكويت باطراد التقدم والازدهار. وقد أبلغ صاحب السمو معالي الوزير بنقل تحيات سموه إلى عاهل البلاد المفدى وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين المزيد من الازدهار والتقدم. كما استقبل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة بقصر بيان معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث أعرب معاليه عن تقديره لما يبديه سمو ولي العهد في دولة الكويت الشقيقة من اهتمام متواصل في رفض كل ما من شأنه تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، مشيدا بمواقف الدولة الشقيقة تجاه البحرين على الدوام، وهو ما يجسد عمق ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر المحبة والإخاء. كما استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، وتم استعراض علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين الشقيقين. هذا وقد أعرب معالي الوزير عن شكره لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء على ما لقيه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن تقديره لما لمسه من اهتمام كبير بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي خاصة فيما يتصل بالدور المحوري للاقتصاد والتنمية.